إذن ما زالت تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم على شاشة القناة الأولى لزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة. ينضم إلينا سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بداية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة وأبرز الموضوعات والقضايا المطروحة على أجندة هذه القمة؟ يعني بداية أن أشير إلى العلاقات المتميزة القائمة بين مصر والصومال، ونتذكر جميعا أن مصر كانت في مقدمة الدول التي قامت بمساندة ودعم استقلال الصومال سنة 1960. زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم للقاهرة دي الزيارة رقم 4 بالنسبة له لمصر، وده اللقاء الخامس مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليله الماضيه. ده معناه ان العلاقات بين الصومال ومصر علاقات وثيقه للغايه في كافه المجالات. ويخليني حضرتك اشير الى ان يعني هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالعمل على دعم الأشقاء في الصومال في كافة مجالات التنمية الاقتصادية، والعمل على أيضا تعزيز السلام والاستقرار في الصومال ومساعدة الصومال في القضاء على الإرهاب حتى ينجح الصومال في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي. زيارة الرئيس الصومالي اليوم بتأتي في ظل تحديات كثيرة في المنطقة، وأهمها عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي من جانب، والتداعيات الخاصة بالأزمة الأوكرانية الروسية على إمدادات الغذاء والطاقة من جانب ثاني. لكن خلينا حتى أشير إلى أن مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم واستقبال سيادته للرئيس الصومالي تناولت سبل دعم علاقات التعاون الوثيق بين مصر والصومال في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأشقاء في الصومال في كافة المجالات التنموية المختلفة. هذا فضلا عن التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطور، وكذلك التعاون الوثيق بين البلدين بالنسبة لقضية أمن البحر الأحمر. وإحنا كلنا عارفين أهمية أمن البحر الأحمر بالنسبة لمصر وبالنسبة لأهمية تأمين هذا الممر المائي العالمي بالنسبة لقناة السويس المصرية. العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال سوف تشهد يعني نقلة نوعية خلال الفترة القادمة. والنهارده احنا شفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اكد على وجود اراده سياسيه مشتركه بين البلدين لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وان مصر حصلت خلال اول يوليو الجاري على ترخيص لكي يقوم بنك مصر المصري بافتتاح فرع له في مقديشيو، وده سوف يؤدي الى دعم علاقات التعاون الاستثماريه بين الصومال وبين مصر. خليني حضرتك أشير إلى علاقات التعاون العسكري. هنا مصر بتقوم بتقديم مساعدات عسكرية للقوات الخاصة الصومالية لمساعدتها في مكافحة الإرهاب، وقدمت لها العديد من المساعدات في إطار الخطة المصرية لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية. هناك علاقات ثقافية متميزة من خلال المنح الدراسية اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بزيادة المنح الدراسية الجامعية للطلبة الصوماليين بدلا من 50 منحة دراسية تقديم 200 منحة دراسية للدراسة في الجامعات المصرية المختلفة. ومن جهة تانية السيد الرئيس أمر بمعاملة الطلاب الصوماليين معاملة الطلبة المصريين في الجامعات والمعاهد العلمية المصرية. من جانب ثالث الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له الفضل في إنشائها في 2014 بتعمل على إيفاد الخبراء المصريين في كافة المجالات التنموية
والطبية والزراعية ومجالات الري والطاقة لمساعدة الأشقاء الصوماليين في دعم عملية التنمية في الصومال في كافة المجالات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الصومال. هذا سوف يعني ينبني عليه الفترة المقبلة تطور كبير في العلاقات المصرية الصومالية، خاصة مع تولي الرئيس حسن شيخ محمود الرئاسة في الصومال. هل يمكن التحدث عن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الصومالية تبدأ، أو صفحة جديدة تبدأ بعد هذه الزيارة أو هذه القمة؟ بالطبع، يعني أنا بتفق مع سيادتك في هذه النقطة أن المرحلة القادمة وفي ضوء زيارة الرئيس الشيخ حسن محمود اليوم للصومال، وفي ضوء تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توجيه كافة المساعدات التنموية للأشقاء في الصومال من أجل مساعدة الصومال في تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب داخل الصومال، سوف تشهد المرحلة القادمة ازدهار في العلاقات المصرية الصومالية في كافة المجالات. طب في مجال او في ملف يعني الارهاب ومواجهه الفكر المتطرف، يعني الصومال للاسف تعاني من ويلات الارهاب لعقود طويله، نتحدث عن 3 عقود منذ عام 1990، اكثر من 30 سنه تعاني الصومال من ويلات الحركات الارهابيه داخلها او على اراضيها. ما الذي يمكن ان تقدمه الدوله المصريه لمواجهه الفكر المتطرف، لمسانده الحكومة الصومالية للقضاء على الإرهاب ونقل الخبرة المصرية في هذا الإطار؟ يعني أولا اسمح لي، يعني أن مصر حريصة على تقديم خبرتها المتميزة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومصر حريصة على تقديم كافة المساعدات العسكرية والأمنية للأشقاء في الصومال. وهنا حضرتك خليني أشير أن هذا الدعم وهذه المساعدات بتأتي في إطار الخطة المصرية لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية وزيادة قدرتها وتطوير قدرتها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في الصومال. مصر حريصة على مساعدة الصومال في مواجهة العمليات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في الصومال من خلال المساعدات الأمنية والعسكرية المختلفة من جانب، ومن جانب ثاني يعني مساعدة الأشقاء في الصومال من خلال خبرات وتجارب مصر ونجاح مصر في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية. أنا بتوقع خلال الفترة القادمة سوف ينعكس التعاون المصري الصومالي، سوف ينعكس بالإيجاب وبدرجة كبيرة جدا من التميز على مساعدة الصومال ونجاح الصومال في القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة والفكر المتطرف المنتشر في أنحاء الصومال. على الصعيد الاقتصادي والتعاون الاقتصادي، هناك العديد من الاتفاقات الاقتصادية، التبادل التجاري زاد بنسبة تصل إلى 37% في عام 2021. إلى أي مدى يمكن أن تعزز العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والصومال الفترة المقبلة، خاصة أن يعني هناك مرحلة جديدة تعيشها الصومال هي مرحلة إعادة الإعمار والبناء، وذلك يحتاج استثمارات في البنية التحتية، في المواصلات، في منشآت يمكن أن يعني يتم تقديمها وإنشاؤها داخل الصومال؟ يعني حضرتك، يعني مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا وسيادته أكد على أهمية وأن مصر على استعداد لتقديم كافة المساعدات لكافة الأشقاء في الدول العربية لمساعدتهم في العملية التنموية الاقتصادية. ده من جانب. من جانب الثاني، السيد الرئيس حريص على مساعدة الصومال أولا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في الصومال والقضاء على التنظيمات الإرهابية. يعني بنجاح الصومال في القضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف سوف يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار والأمن في الصومال، وبالتالي سوف ينعكس ذلك بالإيجاب على عملية التنمية الاقتصادية. وإحنا نتذكر حضرتك أن مصر بتستضيف المركز الإفريقي لإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات. صحيح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص وسيادته بيوجه باستمرار
في ضرورة تقديم المساعدات لكافة الأشقاء في الدول العربية ومن ضمنهم بالطبع دولة الصومال. وإحنا طبعا سيادتك تتذكر يعني تجارب مصر المتميزة في التنمية الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة التي تحققت في مصر خلال السنوات الثمانية الماضية، والتطور الهائل الكبير اللي شهدته البنية التحتية في مصر. صحيح. حتى أصبحت مصر عندها أو تتوفر لديها بنية تحتية بتضاهي البنية التحتية اللي موجودة في الدول المتقدمة أو بتفوق هذه البنية التحتية في الدول المتقدمة الأخرى. صح. مصر حريصة على مساعدة الأشقاء من خلال التجارب المتميزة التي شهدتها مصر خلال السنوات الثمانية الماضية. سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.